فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول نرجو من الشيخ حفظه الله توجيه عامة الأمة بخصوص كذبة إبريل التي تتردد بين الفينة والأخرى. هذه مستوردة من جملة العادات الباطلة، ليست من أعمال المسلمين، والكذب لا يجوز لا في إبريل ولا في غيره. الكذب حرام، كذب على الله، الكذب على رسوله، الكذب على الناس حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. الله حرم الكذب ونهى عنه وتوعد الكاذبين، فلا يجوز الكذب في أي وقت. نعم.